طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام، وأهلا بكم إلى مساء يمني جديد. أرحب بضيفي في الاستوديو المنسق القانوني بمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان الأستاذ محمد الأحمدي. أهلا بك أستاذ محمد. مرحبا بكم المشاهدين. حياكم الله. حملة أطلق المعتقلين، الحملة الإلكترونية الثانية التي يدشنها ناشطون يمنيون في الفترة الأخيرة بعد حملة ارفعوا الحصار عن تعز. تأتي هذه الفعاليات الإلكترونية كاستجابة للحاجة المجتمعية للضغط على المنظمات الدولية ومن خلفها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح لإطلاق سراح جميع من تستمر الميليشيا إلى اليوم في اختطافهم. الأرقام التي توثق عمليات الاختطاف والإخفاء القسري كبيرة، تعكس سلوكا يبدو متأصلا في الميليشيات. ما إن تستجيب هذه الميليشيات باستحياء لمطالب إطلاق سراح المختطفين لديها حتى تشن حملة اختطاف أكبر. بحسب مراصد حقوقية، فقد بلغت أعداد المختطفين في منتصف ديسمبر الماضي أكثر من 7000 مختطف، بينهم 2000 مخفيا قسريا، والأعداد في الزياد. لا تقف هذه الحملات عند مدينة بحالها، بل تمتد لتشمل جميع المدن اليمنية، فشوكة الميليشيا تغرز في الجسد الوطني اليمني باستمرار. تبدو جريمة الاختطاف التي تعرض لها عدد كبير من الناشطين والإعلاميين المعارضين للميليشيا هي الأسوأ بالنسبة لهم، خاصة وأنها لا تخلو غالبا من التعذيب والامتهان للكرامة الإنسانية، تصل إلى حرمان المختطفين من زيارات المشافي في حالة احتياجهم لذلك، بل وحرمان أسرهم وذويهم من معرفة أماكن تواجدهم، وهذا هو أسوأ ما في الأمر. وكانت شهادات لمختطفين سابقين، منها ما ورد في تقرير هيومن رايتس ووتش، قد تحدثت عن وقائع مؤلمة عاشها بعض مختطفي مسيرة الماء في إب، فضلا عما وثقه إعلاميون وكاميراتهم من آثار تعذيب بدت واضحة في أجساد مختطفين سابقين. مشاهدين الكرام، عن موضوع المختطفين والحملة الإلكترونية التي سلطت الضوء عليهم سيكون نقاشنا لهذا المساء مع ضيفي في الاستوديو، كما ستنضم لنا الناشطة الحقوقية وإحدى منظمي حملة أطلق المختطفين الأستاذة لطيفة علي، وأخو أحد المختطفين في سجون الميليشيا فائز سيلان. نبدأ نقاش حلقتنا مشاهدينا الكرام، ولكن بعد متابعة هذا التقرير الذي أعده الزميل وديع عطا. لقيت حملة أطلق المعتقلين التي نفذها ناشطون إعلاميون وحقوقيون تفاعلا واسعا لدى نشطاء التواصل الاجتماعي في اليمن وفي غيرها من الدول التي تتواجد فيها جاليات يمنية. فقد حققت الحملة خلال الساعات الخمس الأولى لإطلاقها إقبالا كثيفا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتسجيل 10,000 تغريدة. وبحسب تويتر أيضا، فإن متوسط عدد التغريدات على هاشتاج الحملة بلغ في الساعة الأولى 2,300، فيما بلغت عدد مشاهداته 48 مليون مشاهدة في الساعة الواحدة. وبسرعة قياسية كسر عدد المشاهدات حاجز 100 مليون مشاهدة نظرا لانطلاق الحملة بثمان لغات عالمية مختلفة. وفقا لمنظم الحملة، فإنها جاءت لتسليط الضوء على قضية المختطفين وإبرازها للرأي العام المحلي والخارجي وتزويد المهتمين بنماذج من حالات الاختطاف والإخفاء القسري وحشده للدفاع عن الضحايا وتجريم ما ارتكب ضدهم باعتبار قضيتهم إنسانية وحقوقية. تأتي الحملة التي تستمر يومين في ظل تعتيم مشبوه تفرضه ميليشيا الحوثي والمخلوع على آلاف المختطفين لديها، للضغط على الحوثيين وشركائهم للإفراج عن المعتقلين. فطبقا لتقرير أصدره المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان منتصف ديسمبر الماضي بالشراكة مع التحالف اليمني لحقوق الإنسان، فإن الميليشيا اختطفت 7,049، بينهم أكثر من 1,900 حالة إخفاء قسري. تركزت حملة الاختطاف والإخفاء القسري والاعتقال على 4 شرائح رئيسية من مكونات المجتمع، هي شريحة السياسيين والتربويين والصحفيين والناشطين الحقوقيين. ذوي المعتقلين المنضوون في إطار الحملة طالبوا الحكومة بضرورة جعل إطلاق المختطفين أولوية في أي مفاوضات قائمة أو قادمة، ودعوا الإعلام لتسليط الضوء بشكل أكبر على الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا ضد ضحايا الاختطاف والإخفاء القسري. جدير بالذكر أن الميليشيا تتحفظ على 13 صحفيا تعرض بعضهم للتعذيب والتنكيل، فيما منعت الزيارات عن أكثرهم، ولا يزال مصير مراسل قناة الجزيرة حمد البكاري والمصور الصبري وسائقهم السبئي غامضا في ظل عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.
يؤمل أن تحدث الحملة نوعا من الضغط على الجهات الدولية المعنية بمتابعة شؤون المختطفين، عل ذلك يؤدي لمعرفة مصائر المخفيين قسرا وإنهاء حالة التنكيل التي يتعرض لها مئات النشطاء داخل سجون الميليشيا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أستاذ محمد، تابعت أنت التقرير وتابعت قبله الحملات الإلكترونية المناصرة للمختطفين، كيف تتابع هذه الحملات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكر الجزيل لقناة بلقيس مجددا على الاهتمام بقضايا الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن ولشخصك الكريم، وكل التحية والتقدير لجمهور قناة بلقيس وللشعب اليمني الصامد الصابر في وجه هذه الغطرسة والانتهاكات التي تمارس بشكل مستمر ويومي ضده، يعني من طرف ميليشيات للأسف لا تعترف بقانون ولا تحترم أدنى معايير للتعايش على الأقل السلمي مع الآخرين أو مع الشعب. لا يمكن هذه الميليشيات كل يوم تمنحنا دليلا آخر على عدم إمكانية التعايش معها، فضلا عن أن تكون على قدر المسؤولية أخلاقية أو أدبية أو قانونية أو سياسية لأن تكون سلطة حاكمة في البلاد. ما يتعلق بهذه الحملات في الحقيقة هي كانت جزء من سلسلة حملات سبقها حملات أخرى تسلط الضوء على بعض انتهاكات التي تمارسها الميليشيات، ميليشيات تحالف الانقلاب في اليمن. كان هناك حملة في السابق عن الحصار عن تعز وكان لها دور كبير وفاعل في تسليط الضوء حول تلك الكارثة الإنسانية. هذه الحملات اليوم سواء أطلقوا المعتقلين أو الحرية للمختطفين هي في الحقيقة كانت حملتان متوازيتان، وكان هناك جدل معين حول إن كانوا مختطفين أو معتقلين، والحقيقة أنه تجاوزنا هذا الاختلاف أو هذا الجدل، فهم في الحقيقة مختطفين لأن الطرف الذي يختطفهم والذي اعتقلهم لا يعني لا يمتثل لأي إجراء قانوني، فهو ليس جهة ضبط قضائية كالجهات التي يحددها القانون اليمني ولها حق توقيف الأشخاص واحتجازهم واعتقالهم، وبالتالي فهو اختطاف في كل الأحوال بشكل عام هو اختطاف، ولكن في نفس الوقت الاعتقال أو الاحتجاز في مراكز الاعتقال التابعة للدولة وأجهزة الأمن فيطلق عليه اعتقال لأنها في الأصل مراكز احتجاز يفترض أن لا تكون مراكز اعتقال سرية أو أماكن احتجاز للمختطفين الذين يتم اختطافهم أحيانا من يعني نقاط التفتيش. إهانة لرمزية الدولة. إهانة بالضبط لرمزية الدولة، ولكن في نفس الوقت المسؤولين عن هذه الأجهزة سواء ودعني أذكرها الوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو جهاز الأمن القومي والأمن السياسي يتحملون مسؤولية كبيرة أخلاقية وقانونية أيضا في هذه الإشكالية في اعتقال الناس وفتح السجون للناس لاختطافهم وحرمانهم من الحرية أو تقييد حرياتهم، وأيضا مصادرة كافة حقوقهم على الأقل كمحتجزين احتياطيا. طيب يعني أنت تابعت المرحلة الماضية أو الحملة السابقة حملة ارفعوا الحصار عن تعز، وهي لا زالت مستمرة لأنها لم تحقق هدفها الكامل برفع الحصار، وإن كانت نجحت في تسليط الضوء، وأحد أبرز نجاحات هذه الحملة دخول كثير من ممثلين الأمم المتحدة الذين كانوا ربما نسوا مدينة تعز إلى حد كبير. كيف تقرأ هذه الفوائد من هذه الحملات الإلكترونية؟ ما المتوقع في الحقيقة منها؟ أخي وجيه، هو الأهم من هذه الحملات هو أن يبقى الشارع اليمني صوته مرتفعا إزاء هذه الانتهاكات. هذا هدف نبيل وهدف سامي بحد ذاته، أنه لا نستسلم لسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها ميليشيات تحالف الانقلاب ضد اليمنيين، وبالتالي يظل الصوت مرتفعا في مناهضة سلوك هذه الميليشيات الإجرامية وحماية حق المجتمع اليمني في الإبقاء على معايير العدالة وحقوق الإنسان في المجتمع، وتظل حية ويقظة في ضمائر الناس ووجدانهم. الأمر الآخر الأهم هو أنه عندما يتم تسليط الضوء على هذه الانتهاكات والممارسات سواء حصار تعز أو الاختطافات والتعذيب والقصف العشوائي وغيرها من الجرائم، القانون الدولي الإنساني قانون الحرب أو جرائم القانون الدولي لحقوق الإنسان مثل هذه الانتهاكات الاعتقالات وغيرها، تسليط الضوء على هذه الممارسات هو بمثابة إدانة لهذه الميليشيات على المستوى الدولي وتوثيق هذه الجرائم في
في الوعي على الأقل في الوعي الإنساني للضمير العالمي أنه في هناك جرائم مورست في فترة من الزمن في بلد ما كانت انتهاكات فظيعة وبشعة والطرف الذي مارسها هو كذا وكذا وهناك أرقام وهناك ضحايا وهناك قصص مأساوية وبالتالي يتم أرشفة وتوثيق هذه الجرائم إن لم تكن الأمم المتحدة والهيئات الدولية والقانون الدولي قادر على إنفاذ القانون لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم فربما سيكون على الأقل التاريخ كفيل بمحاسبة هذه الأطراف وتحميلها المسؤولية وإذن الإدانة بحد ذاتها إدانة هذه الأطراف التي تمارس هذه الجرائم مهمة للتاريخ. طيب تنضم إلينا الآن إحدى القائمات على حملة أطلقوا المختطفين الناشطة الحقوقية الأستاذة لطيفة علي. أهلا بك أستاذة لطيفة. أهلا وسهلا. حياكم الله أستاذة لطيفة. إلى أين وصلت هذه الحملة حملة أطلقوا المعتقلين؟ أهلا سهلا. بداية لو سمحت يمكن أشير لأكثر من مستوى. تفضل. طبعا المجتمع المدني متمثل بالناشطين على مستوى العالم يلجأ لهذه الثورة الإلكترونية كأحد السبل لمواجهة انقلابيين أو عصابات ومعلوم للجميع أنها قد أثبتت جديتها وتأثيرها في تحقيق طموحات وأفكار الناشطين أو المقاومين. هذا أمر واضح. الحملة في يومها الثاني حققت نجاح ملموس وكبير يعني وبالطبع يعني وللعلم أنه هذا الفضاء الآن المفتوح قد يكفي أنه مجرد إشارة بسيطة عشان تمنح القضية الضوء وهذا الذي حدث. يعني نحن كمجتمع أو مجتمع مدني أو كناشطين الهدف الأساسي من هذه الحملة هي محاصرة هذه الجماعة الانقلابية وكناشط في الخارج يعني محاصرتهم وفق القوانين الدولية وإعرافها الدولية. المجتمع الغربي مجتمع يؤمن بحرية الفرد في التعبير حتى لو كانت تظل دولة باطشة أو انقلابية. هذا الأمر الذي يحرم يعني مصادرة حرية الأفراد واعتقالهم. من هنا هذه الجماعة الآن يعني نعتقد إحنا كمنظمين لهذه الحملة أن هذه الجماعة تقف في مواجهة المجتمع الدولي بأكمله باعتبارها مرتكبة لجرائم لا حصر لها. يعني الاختطاف الذي يتم لا يقف عند مستوى الاختطاف إنما وصل إلى منع ذويهم من حقهم في الزيارة وصل إلى أبعد من ذلك إلى التعذيب لهؤلاء المستطفين وصل إلى أبعد من ذلك وهو حرمانهم حتى من الرعاية الصحية بل وصل الأمر فيهم إنه استخدامهم كدروع بشرية. إذا ملخص عمل الحملة هذه الذي وصلت إلى مستوى جيد من التغطية على المستوى الإعلامي المقروء أو المسموع تتمحور بتماهي مع الشق القانوني مع الفكر الغربي تحديدا يعني في التعاطي الغربي مع قضايا الاختطاف والإخفاء القسري. لو سمحت لي هنا يعني أود أن مثلا الإشارة إلى شق مهم في الحملة وهو وضع هذه المنظمات الدولية أمام مسؤوليتها. المنظمات الإنسانية هذه أو الحقوقية أنا أعتقد أنها تقوم بواجبها بالشكل الذي قامت عليه هذه من خلال مثلا من خلال التوثيق من جهات يعني كوننا مثلا أن الحملة هذه تقوم بالتوثيق وإصدار بيانات وتصريحات وإعطاء هذه المنظمات توثيقات من جهات مستقلة أعتقد أن هذا الأمر سيشكل مثلا حرج لهذه المنظمات المسيسة نسبيا. نحن كمنظمين لا نملك إلا الفضاء الإلكتروني والمعلومة وأعتقد أن هذا سلاحنا لمواجهة هذول الانقلابيين. الأمر الآخر لو ممكن أشير إليه وهو في اعتقادي نقطة أساسية بالنسبة لنا كمنظمين وأرجو أن نستمع إليه أن هذا الأمر الآن يفصح عن العجز الرسمي الحكومي. يعني دعونا نقول كناشطين أن هذا التقاعس في الأداء يعني يضر بنا كناشطين وفي أدائنا كناشطين. طيب. سؤالي محدد للجهات لو سمحت لي اسمح لي. تفضل يا مهمة جدا. أريد أن أسأل أين تذهب ميزانية الدولة في عمل الخارجية الإنفاق العمل الدبلوماسي؟ نلقي الضوء على مثلا على قضية الناشطين المدافعين عن الشرعية. هؤلاء الناشطين يقوموا بواجب انطلاقا من إيمانهم بقضايا وطنهم بشكل فردي ومستقل دون أي دعم من الدين أي جهة. طيب ألا يستدعي هذا من قبل الحكومة الشرعية مؤازرة هذا الجهد في الاستمرارية؟ طيب سنعود إلى هذه النقطة أستاذة لطيفة لكن المجتمع الغربي يؤمن بما أنه يؤمن بالأعراف والتقاليد الدولية يؤمن كذلك بالأرقام. ما هي آخر أرقام هذه الإحصائيات أو هذه الحملات وأرقام التفاعل معها من المجتمع بشكل عام المجتمع الإلكتروني أو الفضاء الإلكتروني؟ الآن فريقنا الإعلامي يقوم برصد هذه التفاعل الحملة على المستويات على المستوى الإلكتروني على تويتر تحديدا لأنه تويتر هو الملتقى للنخبة خاصة بالنسبة للنخبة الغربية وبالتالي أنه سيصدر بالنسبة بيان ختامي لهذه الحملة ستنتهي غدا وسيتم إعلانه
وبالتالي كمان سيكون مرفق بعمل هذه الحملة، لأنها لا تنتهي بالأرقام فقط، إنما ستكون هناك بيان ورسالة موجهة من باسم الحملة إلى هذه المنظمات وتحديدا حقوق الإنسان. ولدينا مثلا متابعين في جنيف وكانوا على قنوات فضائية، سيتم متابعتهم بهذا الأساس. طيب، ما هي الأهداف الموضوعة لهذه الحملة باعتبار نجاح هذه الأهداف تنجح الحملة؟ الأهداف يعني الملموسة أو التي يمكن أن تلمس. يعني اعتقد انه يجب ان على المستوى الشعبي يجب ان نفرق بين ما يتطلبه الشعبيون على اساس ان هذه الحملة ستقوم باصدار باخراج المعتقلين من السجون. هذا كلام لا يتمت للعمليه بشيء. الاهداف من هذه الحمله هي القاء الضوء بشكل اساسي على القضايا. كون هذه القضية تصل إلى مستوى معين من الضوء، أعتقد أنها تحرك المجتمع الدولي. كما قلنا، المجتمع الدولي يؤمن بالمعلومة كما قلت وبالتوثيق، وبالتالي الآن أن تصدر هذه المعلومة وتصل إلى منظمة الأمم المتحدة كما حصل في حصار تعز، حصار الحملة تعز أوصلت وافد من خلال الأمم المتحدة إلى تعز، وهذا ما سيكون بإذن الله. طيب، إذا هل تقدم معلومات من هذا النوع للمنظمات الأممية خلال هذه الحملة؟ حتى الآن ننتظر انتهاء الحملة إلى الغد، ونحن الآن نقوم الفريق القانوني للحملة يقوم بصياغة رسائل إلى المنظمات اللي هيومن رايتس ووتش، ولا إلى المنظمات الأخرى، المنظمات الحقوقية، إلى الأمم المتحدة، إلى الأمين العام. سنقوم بإرسال رسالة موجهة للأمين العام فيها ملف كامل عن المختطفين منذ بداية دمك، سنقولها من بداية دمك وتحجيرهم إلى حتى من 11 شهر إلى حتى الآن. تفضلي بالبقاء معنا أستاذة لطيفة. أستاذ محمد، يعني دور منظمات المجتمع المدني في مد القائمين على هكذا حملات بالأرقام، هل تم وضع هذه الأرقام بالمتناول حتى تصل إلى العالم بشكل أكبر؟ يعني في الحقيقة، أولا دعني أتقدم بالشكر وأنا فخور بالفعل بهذا الحماس الرائع للأخت المتحدثة أو لكل الناشطين الذين انخرطوا في هذه الحملة من داخل اليمن وخارج اليمن. بالفعل هناك نشاط رائع ويعني ويثير الإعجاب بشكل طوعي لهذه الحملة وإثارتها بشكل كبير، وهذا يعزز فينا قناعة إمكانية اليمنيين وضرورة أن يذهب اليمنيون بهذه الطرق وهذه الوسائل وبهذا الحماس إلى استعادة دولتهم المخطوفة وإعادة بناء دولة قانون وعدل ومساواة. وأعتقد أن هذه الأمور وهذه القيم للأسف لا يفهمها تحالف الإنقلاب حتى الآن، وهم يتصورون أن هذه الحملات هي فقط مجرد ورقة سياسية، بينما في الحقيقة هي قضايا يفترض أن يكونوا هم أول من يؤمن بها وأن يسعى إليها، ولا أن يحولوها إلى مسألة مكايدات أو مقايضات. يعني مسألة ما يتعلق نعم الأرقام ودور المنظمات وما إذا كانت ستصل المنظمات المجتمع المدني دورها في إيصال هذه الأرقام، هو في الحقيقة لا يكفي الأرقام فقط أن تصل إلى الهيئات الدولية، لابد من صناعة قناعة لدى خبراء المختصين في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. هناك أكثر من 30 إجراء تابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، هؤلاء يهتمون بتلقي شكاوى، وهناك خبراء يقومون بدراسة هذه الشكاوى، ولهم معايير معينة في كتابة وإعداد هذه الشكاوى، سواء في قضايا الاعتقال التعسفي والاختطاف أو الإخفاء القسري أو التعذيب أو قضايا القتل خارج إطار القانون من خلال القصف العشوائي أو غيرها، أو حتى مقررين خاصين لقضايا السكن وتهديد استهداف المساكن وغيرها ودور العبادة مثلا وغير ذلك. فبالتالي يفترض أن نكون يعني دقيقين في مسألة إعداد هذه الملفات ومعرفة ما الذي يريده الخبراء في من معلومات، ونقدم لهم هذه المعلومات بشكل مقنع ومرتب ومنظم. وأعتقد أنه الآن هناك تنسيق ما بين بعض الناشطين ومنظمات حقوقية من أجل ترتيب هذه الملفات وتقديمها بالشكل الجيد. هذه الحملات جزء من العمل الإعلامي والحقوقي، ولكن أيضا مثل ما أشارت الأخت يجب أن يكون هناك يعني هي مسؤولية كبيرة، هناك ثمرة لهذه الحملات وهي ويكون إجراء قانوني يعني، ولكن بشكل مدروس. طيب اسمح لي أن أعود إلى الأستاذة لطيفة. أستاذة لطيفة، يعني أنتم قمتم بحملة سابقة مستمرة إلى الآن هي ارفعوا الحصار عن تعز، ما هي أبرز النقاط التي استفدتم من تلك الحملة التي غابت عن تلك الحملة في هذه الحملة الجديدة؟ يعني الناس ستعلم من أخطائها بالعادة، ما الجديد في هذه الحملات؟
كما قد فعلنا نستفيد من الأخطاء، وهذا يعمل تراكم خبرة واستفادة. التنسيق، أعتقد النقطة الأساسية هي كانت التنسيق في الداخل، يمكن من ناحية فنية بحتة، كون في الداخل يعاني الناشطون اللي موجودين في الداخل من إمدادنا بالمعلومة بشكلها الدقيق وفي الوقت المناسب، يعني كون الإنترنت تحت ظروف معينة. الآن حاولنا مثلا إيجاد بدائل لهذه الأشياء، مثلا اليوم كنا في حاجة إلى إمدادنا بتقارير من الداخل، تقارير مواكبة مثلا للحملة التي متواجدة، لم نستطع الحصول على هذا. فبالتالي العمل تراكمي وتراكم خبرة بالنسبة للناشطين. طيب ما هي الخطوة القادمة أستاذة لطيفة؟ كما أشار الأخ موجود معكم، أن عمل الناشط هو عمل مستمر، وهو عمل داعم للشرعية لشرعية البلد الذي نحن عليها الكثير من التحفظات في دعم هؤلاء الناشطين. وسأعود إلى النقطة التي كنت أريد أن أعود إليها وقطعتني فيها. تفضل. أوكي، سأعتذر عن التعبير الذي سأستخدمه، لكن أنا فعلا يعني كناشطين، نحن كناشطين نقول أن الحكومة الشرعية مصرة على جمع، يعني على جمع حولها مجموعة من النفعيين وال للأسف الشديد الذي يتاجرون بقضايا معينة. هذا الفساد الإداري والسياسي وسميه ما شئت أحد عوامل فشل هذه الحكومة، وحتى أنه ينعكس سلبا على أدائنا نحن. أنا أتساءل مثلا، هل قام أحد المسؤولين بالتواصل مع أحد الناشطين المتواجدين مثلا في أوروبا أو في أمريكا من خارج هذه الشيء المحسوبة على الحكومة الشرعية؟ وأعتذر جدا لهذا التعبير، يعني يتم الدفع بهذه القضايا لمستويات أعلى. الناشطين هم يعني مجهود فردي، ولسنا مؤطرين تحت اي اطار سياسي، بالتالي نحتاج الى دفعه من هذه. انت عندما تتقدم لاحد السفارات بايصال بطلب معلومه مثلا، او اي مؤسسه حكوميه دوليه، يحتاج منك الى هذا الدعم. نحن لا نريد دعمهم المادي، نتحدث بكل شفافيه، لا نريد الدعم المادي من الحكومه الشرعيه، نريد يعني مؤادة الجهد هذه داخل المنظمات الدوليه، والبناء على ما تم عليه ما قمنا به. على سبيل المثال هذه تقديمنا لهذه المنظمات الدوليه، رعايه هذه الجهود، يعني لازم انه مثلا نكون او نحن على محسوبين على سين او صاد. المرعب في هذا الامر انه حتى في داخل سفارتنا حول العالم ما زال هناك محسوبين على النظام السابق ويعملون باوجه متعدده. كيف نريد لهذا الاداء الدبلوماسي ان ينجح في ايصال قضايانا ونص سفارتنا عقائديه ما زالت تقام على العقائديه الحوثيه والصالحيه، متلونين بغطاء الشرعيه؟ هذا لا يعني من خلال يعني قناتكم أدعو إلى تصحيح مسار العمل الخارجية كي يصب هذا في عمل إصدار المجهود المدني للناشطين ومؤازرتهم. هذا كله، وبالتالي ما نحن سنقول مع كل هذا الفساد الذي نحن نتحدث عنه، لن يمنع هذا الفساد من وصلة مثلا جهودنا الفردية في كناشطين. إذن شكرا لك يا ناشطة الحقوقية وأحد منظمي حملة أطلقوا المختطفين الأستاذة لطيفة علي، وبكل تأكيد سننقل هذه التساؤلات للحكومة في أقرب لقاء مع أي مسؤول منها. سنتحدث عن نقطة الحكومة ودورها في هكذا يعني فعاليات أستاذ محمد، لكن قبل ذلك يعني الحوثيون قبل أيام أفرجوا عن مختطفين، عن 5 مختطفين من ضمنهم الوزير الأشول، بعد وساطة من المبعوث الأممي، وإن كانوا وعدوه بالمزيد من المختطفين بالإفراج عن مزيد المختطفين لكنهم لم يفرجوا عن ذلك، لكنهم في اليوم التالي اختطفوا قرابة 18 شخصا من الحديدة. ما الفائدة إذا؟ يا أخي حتى هذه الممارسة للأسف انتهاك وأيضا صارخ أولا يعني لأبسط معايير حقوق الإنسان، عندما يتم المقايضة على حريات الناس وعلى مصيرهم من أجل شروط تفاوضية سياسية بالنسبة لهذه الميليشيات، وهذا ينم أيضا عن عقلية متخلفة للأسف لهذه الميليشيات. يعني عندما تقحم ملفات حقوقية في مسائل مفاوضات سياسية أو لتحسين شروطها التفاوضية أمام الأطراف السياسية الأخرى، يعني كيف يتم إطلاق سراح أشخاص سبق وأن وجهت لهم اتهامات وتشويه سمعتهم أمام على وسائل الإعلام، إما بأنهم خلايا بين قوسين إرهابية أو أنهم دواعش أو تكفيريين، ويطلق سراحهم بدون محاكمات بدون أي إجراءات قانونية. إذن كل هذه حتى عملية المقايضة هم يحاولون لي ذراع المبعوث الأممي أو حتى الأطراف السياسية من خلال ورقة حقوق الإنسان والمعتقلين والمختطفين، وهذه فضيحة يا أخي، لا يمكن القبول بها. يعني هذا عيب حتى في حق الأمم المتحدة والمبعوث الدولي للأمم المتحدة، يجب أن يكون واضح وأن يعلم بشكل واضح أنه لا يجوز استخدام قضايا المعتقلين والحريات وحقوق الإنسان في سياق
مباحثات سياسية أو لتحسين شروط تفاوض طرف ما على الطرف الآخر. يعني يفترض أن تكون هذه أمور مفروغ منها، ولذلك كما أشرت في سؤالك يعني يطلقوا سراح 5 أشخاص ويعتقلون 18 أو 80 شخص في قرية واحدة في القابل يعني قبل أيام، وهذه كارثة بالفعل. يعني هذا نظام رهائن يسمى، وهذه طيب جريمة الآن تم تجريمه. التعرض يعني تعرض الإعلام إلى بشكل كبير إلى مسألة إطلاق المختطفين بحكم ربما أنهم يعني شخصيات قيادية، لكن لم يتطرق بذات الحجم وبذات الزخم حتى الدولي منه إلى من اعتقلوا بعد ذلك. ما هو السبب؟ يا أخي حتى في قضايا الأسرى الذين يعتقلون في أثناء الحروب يجب أن يكون هناك آليات واضحة لتنظيم تبادل الأسرى، ويكون على أجندة حتى الأمم المتحدة لإطلاق هذه يعني لإنهاء هذه الملفات العالقة قبل أي خطوة للدخول في مباحثات سياسية أو غيرها. يجب أن ينتهي هذا الملف في أسرع وقت ممكن. هذه أرواح ناس بشر وهذه حريات، يعني كيف يتم مصادرة حريات الناس وحقوقهم يعني وأدنى حقوقهم من أجل المقايضة عليها بالبقاء في السلطة وحكم والسيطرة أو التسلط على رقاب الناس بقوة السلاح. هذه كارثة حقيقية، يعني يفترض أن يتم إنهاء هذا الملف. يعني وبالمناسبة قضايا الاختطافات لم تقتصر فقط حتى على الذين ورد أسماءهم أو فئاتهم في التقرير، ولكن طالت أيضا حتى أئمة المساجد وخطباء المساجد، وهذه قضية أرجو أن يتم تسليط الضوء عليها، لأن هناك انتهاكات صارخة للحريات الدينية في اليمن. تعودنا دائما على تقارير كانت تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية عن انتهاكات الحريات الدينية يعني في البلدان العربية، لكن الآن لم نعد نسمع شيء عن هذه الحريات التي نسفت بشكل كبير، حريات دينية. يتم الاعتداء على المساجد والأئمة والخطباء واعتقالهم وإدعاهم. طيب سنعود إلى هذه النقاط وغيرها أستاذ محمد، لكن اسمح لي والمشاهدين الكرام أن نتوجه إلى فاصل قصير، بعده نواصل حلقة هذا المساء. ابقوا معنا مشاهدين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لمواصلة النقاش حول موضوع المختطفين وحملات التضامن معهم والدعوة لإطلاقهم. أستاذ محمد، تطرقت في نهاية حديثك قبل الفاصل عن نقطة الحريات الدينية التي كانت يعني تتمسك بها كثيرا المنظمات الدولية ودول العالم فيها. يعني بشكل عام، هل دفعت الميليشيا إلى اليمنيين بنسيان الأمور، يعني نسيان الأمور يعني التي قد توصف بأنها رفاهية مقارنة بحرمانهم بأبسط احتياجاتهم الأساسية للحياة؟ يعني هم في الحقيقة يديرون قضايا الانتهاكات ضد اليمنيين والبطش باليمنيين وحقوقهم ومصادرتها بشكل يمكن بارع إلى حد كبير، فهم يلهوا اليمنيين ويلهوا معهم أيضا حتى الفاعلين أو بعض الفاعلين الدوليين في قضايا الانتهاكات. هذه المرة يعني مثلا يريدوا إلهائنا عن قضية الانقلاب بالحديث عن الخدمات الأساسية الكهرباء والماء، ثم بعد ذلك تأتي يصنعون مأساة أخرى لإلهائنا عن المآسي السابقة. اليوم لم يعد اليمنيون يتحدثون عن خدمات المياه والكهرباء والخدمات الأساسية، يعني خدمات الكهرباء التي انقطعت منذ مدة ويمنع الحوثيون فرق الهندسة من إصلاحها من محطة الغازية في مأرب وغيرها، ويفرضون حالة من العزلة على المجتمع اليمني، ثم ينشئون مأساة جديدة أخرى هي حصار تعز، ويذهبوا لإلهاء الناس عن مأساة تعز بقصة اختطافات الناس واعتقالهم والتعذيب، تعذيب المختطفين والتنكيل بهم، ولربما تعذيب حتى أو اختطاف أناس حاولوا التضامن مع تعز مثل ما حدث في مسيرة المياه. مسيرة المياه نعم، يعني أنا كنت يعني شاهد على تلك الحادثة يعني وقريب من الشباب المنظمين أو لبعض الشباب المنظمين للمسيرة، ويعني تم التعامل معهم ببطش مفرط يعني والتعذيب، وإلى الآن ما زال هناك 2 من منظمي المسيرة رهن الإخفاء القسري، لم يحترموا حتى يعني المكانة الاجتماعية للكاتب الرائع محمود ياسين، وأذكره بالاسم هنا، وبقية رفاقه أيضا يستحقون كل التقدير والاحترام، ولكن على الأقل هذا الشخص رفض حتى التدخل العسكري الخارجي في اليمن، ومع ذلك تعرض للإهانة والتعذيب والاعتقال يعني، ولم يحترم حقه في المشاركة في تنظيم مسيرة سلمية. إذن
يعني هؤلاء المشكلة أنهم قطعوا أمام الناس أي خيارات أخرى ممكن القيام بها غير المقاومة بكافة الوسائل والسبل. طيب يعني أستاذ محمد، هناك تجربة مختطفين وهناك تجربة إنسانية أكبر هي معاناة ذويهم. ربما ينضم إلينا الآن أخو أحد المختطفين في سجون الميليشيا، أخو المختطف عبد الإله سيلان، الأستاذ فايز سيلان. مرحبا بك أستاذ فايز. أهلا وسهلا، حياكم الله. أستاذ فايز، أنت كأحد أهالي المختطفين في سجون الميليشيات، حدثنا عن هذه التجربة. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة المختطفين أو أسر المختطفين هي مسألة إنسانية ليس لها علاقة بالسياسة إطلاقا، لأن الأهالي المختطفين يعانون كثيرا من بعد أبنائهم في سجون الاحتلال أو في سجون الإنقلاب معذرة. هؤلاء الإنقلابيين قاموا بعملية إخفاء جسري لعديد من شباب الرافضين لهذا الإنقلاب على شرعية الدولة. هذه العملية الإخفاء الجسري الذي ترفضها كل شرائع الموجودة في هذا العالم، وأولها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية الأشخاص من الاختفاء الجسري. هذا الإعلان الذي يمنع على الدولة أصلا أن تقوم بعملية الإخفاء الجسري، ويعتبر هذا الإخفاء جريمة تعاقب عليها الدولة، ويمنع الدولة أصلا من التغاضي عنها. والحوثيين عبر عمليتهم الإنقلابية رغم إمكانيتهم أن يستخدموا أدوات الدولة في اعتقال الناس وفي اختطافهم، إلا أنهم تجاوزوها، وهذا يدل على عقليتهم التي ترفض النظام والقانون وترفض وجود مؤسسات للدولة، وتريد أن تخفي هؤلاء المعتقلين في معتقلات أحيانا لا يستطيع أن يصل إليها. طيب المعتقلين، هل هناك أنباء عن مكان اعتقال أخيكم وأي معلومات عنه الآن؟ أين يختطفونه الميليشيا؟ أخي عبد الله، في بداية اعتقاله أو لنقول في بداية اختطافه تم إخفاء مكانه لفترة من الزمن، ثم تم السمح لنا بمعرفة مكانه وسمحت لنا بزيارات، والآن مجددا لا نعرف أين المكان الذي يتم احتجازه فيه. وهذه معاناتنا نحن وكل المعتقلين أو كل المختطفين لدى هؤلاء الميليشيا. طيب هل هناك أي معلومات عن تعرض المختطفين لي أو أخوكم وغيره لعمليات تعذيب أو ما شابه؟ الإخفاء أصلا في حد ذاته هو تعذيب نفسي شخص لكل مختطف، لكن هناك عمليات حصلت بتعذيب لهؤلاء المختطفين، ومن ضمنهم أخي عبد الإله، وذكرناها سابقا وفي لقاء سابق معكم في قناة بلقيس، ذكرنا هذه الإجراءات والممارسات التي كانت ضده والتي حصل مع عبد الله، وهي تحصل مع الكثير، ويكفي ذلك الإخفاء أصلا أو الاعتقال لفترات طويلة. الآن قاربت 6 أشهر من عملية اختطافه إلى اليوم، وهذا في حد ذاتها أكبر تعذيب. طيب يعني كيف تنظرون إلى حملات المجتمعية أو الفضاء الإلكتروني التي يعني تذهب إلى دعم إطلاق المعتقلين من سجون الميليشيا؟ ننظر إليها أنها حملات وعي مجتمعية، وأنها حملات وعي ترفض هذا الإنقلاب وترفض هذه الممارسات التي يمارسها هؤلاء الإنقلابيين، وهي صحوة مجتمعية رائعة تنم عن رفض الظلم لدى المجتمع بشكل عام. وكنا نتمنى من الدولة ومن شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ألا يجعلوا مسألة المختطفين ورقة تفاوضية. نتمنى أن لا تبدأ المفاوضات أصلا إلا بعد أن يطلق هؤلاء المعتقلين. لا نريد أن نصل إلى نتيجة من نتائج المفاوضات الإطلاق أو الإفراج عن هؤلاء المختطفين. بالعكس، نتمنى أن لا تبدأ هذه المفاوضات أصلا إلا وقد تم الإفراج عنهم. نتمنى أن لا تبدأ هذه المفاوضات إلا وقد تم الإفراج عنهم، حتى لا تتحول مسألة المختطفين إلى ورقة سياسية رادحة لدى الحوثيين، وهو ما يريدونه. وكما شاهدنا سابقا أنهم أفرجوا عن 4 أشخاص ومن خلالها صرح وهلل المبعوث الأممي بهذه العملية، ورحب بخطوات الحوثيين واعتبرها إنجاز، ما فتح الشهية للحوثيين ليعتقلوا أشخاص آخرين لكي يحصلوا على ترحيب مستقبلا آخر.
وكل مرة يحصلوا على ترحيب ويعتبروا أنهم يقوموا بخطوات نحو السلام ونحو الاستقرار، وهم أصلا عندما يقوموا بهذه العمليات أو بهذا الاختطاف هم أصلا يكرسوا مسألة الحرب ضد هذا الشعب. طيب يعني نحن سمعنا مداخلة لمعالي وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي قبل فترة في هذه القناة، قال أنه يعني أخذنا منه ما يشبه الوعد بأن الحكومة لن تدخل أي مفاوضات إلا في حال تم الإطلاق المعتقلين أو المخفيين في سجون الميليشيا. لكن أستاذ فايز، عند تعاملكم مع الحكومة الشرعية التي أنتم أحد مواطنين البلد الذي تديره هذه الحكومة، كيف هو الخطاب المتبادل بينكم؟ هل هناك استجابة؟ هل هناك تبني لهذه المطالب ويعني المعاناة؟ هذه إشكالية أخرى، كون الحكومة الشرعية لا تتواصل أصلا مع أسر المختطفين، وحتى في إشاراتهم، بصراحة حتى في إشاراتهم لمسألة المختطفين فهم يركزوا بشكل أساسي على السياسيين الكبار المختطفين أو وزراء في الحكومة الشرعية. حتى القرارات التي حاولوا أن يصدروها من مجلس الأمن لم تشير صراحة إلى جميع المختطفين، وهذا يدل على يعني تكسير واضح في حكومتنا. وكما أنت الآن أخبرتني أن هناك وعد حصلتم عليه، نتمنى أن يصدق هذا الوعد، ونحن لا نريد أن يكون هناك بيننا تواصل بهم. نحن نؤيد شرعيتهم كشرعية دولة، ليست كشرعيتهم أشخاص، رغم تعصبنا على كثير من هم الآن في شرعية في الحكومة الشرعية، لكن نحن نؤيد كشرعية دولة ضد هذه الهمجية التي قام بها علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي للانقضاء على الدولة. الأستاذ فايز سيدان شقيق، أحد المختطفين في سجون الميليشيا، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. هل من تعليق أستاذ محمد؟ والله في الحقيقة أخي العزيز، يعني هذه الكلام أو الطرح هذا، الأحزان التي يبثها أسر المعتقلين بالفعل يعني مؤرقة بالنسبة للكل، للجميع. يعني عندما يتم اختطاف شخص وإخفائه قسريا هو تعذيب كما أشار الأخ، بالفعل حتى في القوانين الدولية والمواثيق الدولية يعتبر تعذيب، سواء للشخص للضحية أو حتى لأسرة الضحية التي تظل طيلة فترة اختفاء في قلق دائم ومستمر. وفي الحقيقة مدة الاختفاء القسري أو الإقدام على عملية الإخفاء القسري للضحايا يثير الشكوك أو يعزز الشكوك أكثر حول تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، وهو ما يبدو واضحا بالفعل. نحن شاهدنا هناك حالات كثيرة وسياسة ممنهجة تمارسها ميليشيات تحالف الانقلاب في تعذيب المعتقلين والتنكيل بهم، ليست حادثة واحدة أو ثنتين أو حالات فردية، ولكن سياسة ممنهجة. ووصلت التعذيب، وصلت حالات تعذيب، بعض حالات تعذيب حد الوفاة، يعني كما شاهدنا في حالة صالح البشري من قبل. ومشكلة الاختطافات أو ملف الاختطافات والمعتقلين تعسفيا والمخفيين قسريا هي مأساة تبدأ منذ البداية، منذ لحظة اختطاف هذا الشخص، سواء كما أشرت من نقاط تفتيش للميليشيات أو بمداهمة منازل أو من المساجد أو من الطرقات العامة، ويتم توقيفه بشكل غير قانوني بدون أي إذن من نيابة مختصة خلافا للقانون والدستور اليمني. يعني هؤلاء حتى لو كانوا سلطة أمر واقع يعني لا يتعاملون كأنهم إنهم يمارسون سلوك العصابات والميليشيات الإرهابية بأبهى صورها. يعني طيب ثم يعني يستمر مسلسل التنكيل بالضحايا. اسمح لي أن أوضح لك فقط ما هو الكارثة. عندما يتم احتجاز هؤلاء الأشخاص في أماكن غير قانونية أصلا أو مراكز احتجاز احتياطي، يفترض أن لا يتجاوز احتجاز الشخص فيها أكثر من 24 ساعة، وأحيانا يتم احتجازهم في أماكن احتجاز سرية، وأحيانا في بيوت يعني ليست سجون معترف بها أو تابعة للحكومة أو للدولة على الأقل أو للنيابة العامة. الأمر الآخر، يستمر مسلسل التنكيل عندما يتم إخفاء هؤلاء قسريا وسوء معاملتهم. طيب يعني في ظل هذه الأوضاع، هل من المنطقي طرح الذي يقول أن هناك حاجة إلى يعني من بقي من المجتمع المدني بداخل اليمن عليه أن يتحرك بعمل مظاهرات أو ما شابه
لمحاولة تحريك هذه النقطة؟ يعني اسمح لي أن أقول لك ما زال هناك تفاؤل كبير، وكلنا سنعود إلى اليمن بإذن الله عز وجل ونتحرك حقوقيا وفي تظاهرات سلمية وفي أي نشاط حقوقي سلمي يعني موازي ومقاوم لهذه الغطرسة، ومن أجل استعادة الدولة اليمنية الجامعة الوطنية التي تلم شتات كل اليمنيين ويحترم الناس في سلطتها القانون والعدالة وقيم التعايش السلمي. هذا السؤال الذي أثرته الآن يعني بالفعل ليس هناك من سبيل سوى إعادة تنظيم صفوف الناشطين والمنظمات، منظمات المجتمع المدني وحتى قطاع الإعلام والصحفيين، إعادة ترتيب الصفوف ومن ثم العمل والاشتغال لاستعادة الدولة. ليس هناك أي خيار آخر، يعني لا يمكن يعني الاستسلام. بنظرة إيجابية أستاذ محمد، هناك تحرك قامت به Human Rights Watch بتقرير أدان اختطاف الحوثيين لناشطين مسيرة المياه، هل من معلومات أكثر حول ذلك؟ يعني في الحقيقة هو تقرير من حيث الجملة يسلط الضوء على هذه الواقعة، ولكن هم في الحقيقة التقرير أيضا يعني يوحي بالاعتراف بسلطة الميليشيات في اليمن ويغيب البعد السياسي، وهذا مهم حتى أيضا في طرح القضايا، لأنه هناك لا يوجد نظام عدالة في اليمن، كيف يمكن أن تخاطب سلطة ميليشياوية باحترام حقوق الإنسان؟ وللأسف هم في الأصل من حيث المبدأ سلطة غير قانونية وغير شرعية، فيفترض كان في التقرير أن يتضمن الإشارة إلى عدم شرعية التصرف والخلفية السياسية التي انطلقت منها هذه الميليشيات للسيطرة على البلاد أو محاولة فرض نفسها كسلطة بقوة السلاح وبالعنف، وسلوكها يعني يكشف ويوضح أنها يعني مجرد ميليشيا مسلحة ذات ثقافة للأسف مذهبية وطائفية أثارت الحروب منذ نشأتها واستمرت حتى وصولا إلى إسقاط الدولة ومنشنتها. هل من المنطق المطالبة بوجود تحالف دولي يعني تنضوي تحته المنظمات المجتمع المدني للتحرك لطمأنة الناس عن حياة المخفين قصرا والمختطفين في سجون الميليشيات؟ هناك تحالف للعديد من المنظمات الحقوقية في اليمن ويعمل شغل جيد، ولكن أنا أريد أن أؤكد هنا ما قالته الأخت، تحالف لعدد من المنظمات الحقوقية ويعمل على إعداد تقارير ومراسلة بعض الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية بهذا الشأن، وهناك تقارير ستصدر إن شاء الله في الفترة القليلة القادمة سواء حول مثلا جرائم التي تخلفها زراعة الألغام التي تركتها ميليشيات الحوثيين في أكثر من محافظة أو جريمة تجنيد الأطفال وغيرها من الجرائم، تقارير تسلط الضوء على رزمامة الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات تحالف الانقلاب في اليمن بشكل عام من أكثر من زاوية. ولكن الأهم هو الدعم بالفعل الحكومة الشرعية، وهو ما أشارت إليه الأخت التي تحدثت الأستاذة اللطيفة حول ضرورة أن يكون هناك مساندة واضحة على المستوى فقط الأقل السياسي والدبلوماسي للحكومة الشرعية من أجل يعني تعزيز مواقف الناشطين ومساندة جهودهم في إبراز جرائم الانتهاكات والمضي قدما بإذن الله تعالى إلى استعادة الدولة اليمنية المختطفة واليمن المختطف. إذا نتمنى الحرية لكل المختطفين والمعتقلين والمخفين قصرا. مشاهدينا الكرام أستاذ محمد، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. مشاهدينا شكرا على حسن المتابعة، أشكر كل الضيوف الذين كانوا معنا، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير.